هيبدأ انترناشنال اسلامي ريليف اورجانيزيشن ايا مانتا ديرش ان كبدن شن بوقولو قيسكو او قيبسي ديغانغا ابارتو ساميسي ديغانكا غولولي ين واحد جيجا كاترسن غوبلكاسي غبيلي اي انترناشنال واي مانتا كسو قيب غلان اسلام مركاسينا اي غوبجو كا اهايير مامولكا غوبلكي غبيلي اوركا اي غودوميا غوبلكي غبيلي حسين عمر مغان يا ماير كم مغالده غبيلي احمد محمد غالب هويا دولته سي عبد الرحمن نور ابكو يوليبا مدح سما فلكا حفيزكا مدحتو ee gobolka Gabeley masuuliyiin ka socota xafiiska samad kufalka madaxtooyada iyo waliba hay'adda International Islamic Relief Organization waliba dadweynaha u tiro badan oo ka qayb qaadanaya deeqdan waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay deeqda raashinka lagu qaybinay gudoomiyaha gobolka Gabeley Xuseen Umar Magan Xuseen Subag oo sheegay in guud ahaan deegaanka gobolay ay abaar baan ka jirtay taasoo uu sheegay deegaanadani ay jiraan deegaano la mid ah waxaan uga mahadnaqay hay'adda soo gaarsiisay deeqdan ta deske deegan kan igelo lay مايرك المجال هذا قبل أحمد محمد قالب أحمد سمير رئيس نصيد أوكله مهندق بلادن أسس هيئة إنترناشنال إسلامي ريليز والشقيقين ديق بن إيمان تكين تيا وحبا كثر دونتو بس كديجا كقولوا لي أبارت باني سامي سي عصيدو كريسنا هالكاسي كالي وفافاهن دير كبحيي خير حسين آدن أو كسرة هيدا إنترنت إسلامي ريليف أورجانيزيشن أو شيء إن ده بناء ما أنت وكرت دقلين ده كده يعني ده قالوا لي أبارة سامي ستاسو شيء إن شم بقولوا قصة ما أنت في الرسمية أقول ورتشنا يان وعيقنا على كاسيكا لسعيد عبد الجبوب أو كسر حفيز كسم فلك ما رحتوا يده سامالي لان يسكتوا قبل كقبل ما رحتوا يده سم فلك مصطفى محمود حاجة عبسية غاش الله قرط كي يوليبا ديجان كقالوا لي يوليبا يوغاش kala duwan ee ku dhaqan guud ahaan ba gobolkaasi Gabeley oo iyagu maadnaq balaan u jeediyay aydani maanta soo gaarsiisay deeqdani deegaanka kaloon isla markaasina xukuumadda ugu baaqay in deegaanada kale abaartu saameysay ay soo gaarsiyaan wixii karaamkooda waa deeqdii ugu horeysay ee deegaanada Gabeley la soo gaarsiyay intii abaarta baan